تحت النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر عدد ما أحرم الحجيج من الميقات، الله أكبر عدد ما رفعوا بالتلبية الأصوات، الله أكبر عدد ما نزلوا بمنى وتلك الرحبات، الله أكبر عدد ما خرجوا إلى منى ووقفوا بعرفات، الله أكبر عدد ما باتوا بمزدلفة وعادوا لمنى لرمي الجمرات، الله أكبر عدد ما أراقوا الدماء تعظيما لرب الأرض والسماوات. نحمده سبحانه وتعالى أن تفضل علينا بمواسم الخيرات، وتفضل علينا بعظيم وواسع الرحبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مسبغ النعم ودافع النقم ومفرج القربات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمل الخير الخلق وأفضل البريات. وارض اللهم عن أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. ثم أما بعد، وهذا يوم العيد، وإذا ما جاء يوم العيد لابد أن نتذكر قصة الفداء، قصة الفداء التي لا نمل من سماعها في كل عام، إنها قصة الامتثال لله عز وجل، امتثال إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل حينما قال له الله عز وجل حينما رأى رؤيا أن الله عز وجل يأمره فيها أن يذبح ولده، ويذهب إبراهيم عليه السلام إلى ولده إسماعيل عليه السلام ويقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، أي أن هذا أمر من الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام أن يضحي بولده إسماعيل عليه السلام لله عز وجل، يجود به، وهو الذي من الله عز وجل به عليه بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وبلغ من الكبر ما بلغ وما تجاوز 80 من عمره، وهو ولده الوحيد، ومع ذلك جاء الأمر من الله عز وجل أن يذبح هذا الولد، وإبراهيم عليه السلام خليل الله الممتثل لأمر الله يمتثل ويقول سمعا وطاعا، ويذهب إلى إسماعيل عليه السلام ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أمر من الله عز وجل، فانظر ماذا ترى. إبراهيم عليه السلام لم يخير إسماعيل عليه السلام، لكنه أراد أن يشاركه في الأجر امتثالاً لأمر الله عز وجل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ابتلاء عظيم أن يبتلي المرء، يبتلى المرء بذبح ولده، ولكن انظر إلى ثبات إسماعيل عليه السلام الذي تربى في حجر النبوة وتربى على يد إبراهيم عليه السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر على بر إسماعيل عليه السلام لولده، الله أكبر على امتثال إسماعيل عليه السلام لأمر والده، إني أرى في المنام أني أذبحه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العجيب في بعض التفاسير في غير ابن كثير أن إسماعيل عليه السلام حينما أخذه أبوه بعيداً عن الأنظار عند حجر معين وأراد أن يذبحه عليه، وضعه على جنبه لكي يمرر عليه السكين، وإذا بإسماعيل عليه السلام البار بوالده يقول له: يا أبتي ضعني على وجهي، ليه مش على جنبي؟ ضعني على وجهي لكي لا تنظر إلى عيني فتشفق علي فتتراجع عن أمر الله عز وجل. يا أبتي اجمع ثيابك لكي لا تتلطخ بدمائي فتراها أمي فتشفق علي بذلك.
يا أبت مرر السكين علي سريعا لكي لا أتألم فأقاوم أمر الله عز وجل. ويمتثل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لأمر الله ويمرر السكين على إسماعيل عليه السلام وتحدث المعجزة. المعجزة الله عز وجل الذي أوقف خاصية النار على إبراهيم حينما أرادوا أن يلقوه في النار وتتحول النار إلى بردا وسلاما. الله عز وجل الذي أوقف خاصية البحر حينما تحول لموسى عليه السلام إلى جامد طريق يمشي فيه، أوقف الله عز وجل السكين، خاصية السكين القاطعة، وإذا بها لتمر على إسماعيل عليه السلام ولا تسبحه، وإذا بإبراهيم عليه السلام يرى نداء من السماء. جبريل عليه السلام نزل من السماء ومعه كبش قيل تربى في الجنة 40 سنة. قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. نجح إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في الامتحان. الله عز وجل لا يريد العذاب لعباده، لكنه اختبار من الله عز وجل. قال إن هذا لهو البلاء المبين، اختبار نجح فيه إسماعيل عليه السلام ونجح فيه إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر الله عز وجل. ولذلك جاء الفداء وفديناه بذبح عظيم. وهذه هي الأضحية، ذبح إبراهيم عليه السلام بدلا من إسماعيل، ذبح هذا الكبش الذي تربى في الجنة، ثم صارت سنة بعد ذلك إلى يوم القيامة انتسابا إلى إبراهيم عليه السلام، وهي الأضحية. وضحى بعده النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وصارت سنة نتقرب بها إلى الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم امتسالا بإبراهيم عليه السلام. من كان عنده سعة يضحي لله عز وجل. الدروس المستفادة من هذا الفداء كثيرة، لكن تذكر درسا واحدا وهو برك لوالديك. أين أنت من إسماعيل عليه السلام؟ إسماعيل عليه السلام الذي كان بارا بوالده لدرجة أنه جاد بنفسه ولم يعصي أمر الله عز وجل، ولذلك كان مضرب المثل في البر بوالديه. اسأل نفسك أين أنت من هذا البر؟ اسألي نفسك أين أنت من هذا البر؟ هل أنت بارا بوالديك؟ ولا بد إن إذا كنا نتعلم الدروس من الأضحية ومن التضحية نتعلم درس بر الوالدين، أننا نكون بارين بوالدينا. إذا أردنا أن ندخل الجنة علينا أن نبر والدينا، إذا أردنا رضا الله عز وجل علينا أن نبر والدينا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي العمل أفضل، أفضل الأعمال على الإطلاق، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.